فاللهم أعنا على أنفسنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا مولانا بفضلك عمن سواك. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، لو اول مره تشوف قناتي يا ريت تنورين وتشترك فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى اليوم مختلف شويه، النهارده بقى اول يوم دروس لمكه، وهنجهز كمان التحضيرات بتاعه تأذيب المدرسه، فاليوم لسه طويل معانا. فبدأ معاكم اليوم كده من بعد صلاة الفجر. صلينا الفجر وزي ما انتم شايفين كده جوزي جاب بقى سندوتشات من سندوتشات فول يعني وكده. ما كناش لسه نمنا اساسا، يعني احنا بنفضل صحيين لحد الصبح، فالتصوير اللي هو بتاع الفجر ده اللي هو لسه ما نمناش، اللي هو بنفطر وبننام بقى وبنصحى بعد كده، تمام؟ فجاب لنا بقى سندوتشات فول كده من المطعم. ملك هي اللي كانت بتحضر الفطور، فجاب لنا سندوتشات فول. بصوا السندوتشات الفول اللي بتتاكل بعد صلاة الفجر دي لها طعم تاني خالص، اللي هو بقى بيبقى لسه القدرة كده صبحة والفول سخن اساسا ومعمولة بمزاج كده، فبصراحة بتبقى جميلة جدا. حطينا معاها مخلل وحطينا معاها بتنجان كده، واكلنا كده وشربنا الشاي. وبعد كده بقى يعني كده بننام شوية، وبصحى بقى انا بعد كده ابتدي بقى ايه يومي ملخبط شوية، يمكن عشان خاطر الصيف والحر والاجازة، فالدنيا ملخبطة معانا شوية. اول حاجة عايزة اقول لكم ان التأذين بتاع المدارس هيبتدي من يوم الحد ان شاء الله. التأذين بتاع المدرسة بتاع سنة اولى، حتى لو انت مقدمة في كيجي لازم بترجعي تقدمي تاني سنة اولى. انا بتكلم عامة للولاد وفي سن ولادي، بترجعي تقدمي تاني. انا الاول كنت مقدمة الكتروني على النت، بقدم بشهادة الميلاد بتاعت مكة، وبياخدها وبيدخل منها البيانات وبيقول لي اطلبي 3 رغبات للمدارس، يعني رغبة اولى ورغبة تانية ورغبة تالتة. طبعا الرغبة الاولى المدرسة الاكتر اللي انا عايزاها، الرغبة التانية ورغبة تالتة، ولازم تكوني في المحيط السكني بتاعة المدرسة. فاخد البيانات و3 اسامي بتاعة المدارس، تمام، وشهادة الميلاد، وبياخد حوالي 30 جنيه. وبيقدم بقى، انا بقدم في المكتبة وبيقدم لي على النت، تمام. بعدها بيومين بروح اخد منه الورقة، بيكون طبعها، بيكون قدم بقى وطبع الورق اللي هو بتاع التقديم، ان هو سجل في الموقع وان هو حاطط ال3 رغبات بتاعت المدارس باسم البنت وكده، وبيطبعه لي وبيدهاني ديت عشان بعد كده تبقى معايا، تمام. بستلم بقى الورقة دي وبخليها معايا لحد بقى ما التقديم يفتح في المدرسة. طيب التقديم ان شاء الله يفتح يوم الحد، بيطلبوا بقى الملف بتاع التقديم ده، بنشتريه من بره من اي مكتبة بحوالي 200 جنيه السنة دي. وكمان بيطلبوا طبعا صور للبنت، بتصوريها بقى وكده، صور جديدة للسنة عشان تبقى شكلها ما تغيرش او كبرت او حاجة. بيطلبوا صور للبنت، وكمان بتدفعي المصاريف قبل ما تقدمي، يعني قبل ما تروحي المدرسة وتفكري دي انت تقدمي لازم تروحي البوستة الاول تدفعي المصاريف بس، تمام. وفي حاجة جديدة بقى اللي هو بتاخدي فيه ورقة كده، بتاخديها كمان من الملف، بتروحي تختميها من الصحة، تمام. يبقى كده انت بتكوني مجهزة الملف بتاعك ومجهزة الصور بتاعة البنت، وبتكوني دافعة المصاريف ومصورة الوصل 4 صور وبتاخديه معاكي، بتجهزي الحاجة بتاعتك ديت، وتاخدي فيه ورقة من الملف كده بتاعة الشهادة الصحية، بتروحي تختميها في الصحة، بتجهزي الحاجة ديت وتطلعي بقى على المدرسة. دي اخر حاجة بقى، ياخدوا منك كل الكلام ده. ممكن بقى يطلبوا منك تبرعات بقى بأي حاجة بقى هما بقى يطلبوها، عايزين بقى لام، عايزين مش عارفة مسحوق، عايزين مش عارفة ايه، حاجات غريبة كده بتطلع. المهم ان هو على حسب انت وحظك بقى يطلبوا منك ايه، تمام. المهم ان انا جهزت صورت مكة، ولسه بقى ان شاء الله يوم الحد هبتدي بقى اللي انا ايه اعمل بقى كل المشاوير اللي محتاجة اللي انا اعملها في وقت واحد، اللي هو دفع بقى المصاريف والتقديم وكل الحاجات دي هعملها كلها في يوم واحد، تمام، عشان يبقى مشوار واحد بالمرة. بس طبعا الصور لازم قبلها والتقديم الالكتروني لازم قبلها. التقديم الالكتروني اللي هو كان على النت كان يعتبر من 1/6 لحد يعتبر الايام ديت، يعني هم فتحوا الموقع تاني بعد ما قفلوه، فاكتر من شهر كانوا فاتحين الموقع، تمام. وكمان مكة هتبتدي بقى ان شاء الله الدروس بتاعت سنة اولى خلاص،
وهنبتدي بقى الدروس بتاعه سنه اولى، بدأ بدري شويه كده دروس سنه اولى بس احسن يعني وكده، لان الاجازه لما بيقعدوا من الدروس وكده بينسوا، خصوصا الفتره بتاعه التاسيس ديت بينسوا كده، فاحسن ان هي تبقى ايه بتاخد يعني على طول يعني وكده. تمام. فبرضو على اخر النهار كده هنزل برضو اشوف الكتب اللي هم طالبينها وانزل اشتريها واجيبها لها. هو طبعا لسه ما طلبوش كل الكتب يعني، هو يعتبر الكتب اللي هي بتاعه النحو او بتاعه الجرامر هم اللي طلبوها، انما الكتب بتاعه المنهج بتاعه السنه الاولى طبعا لسه ما نزلتش. النسخه بتاعه 2024 وتعديل المناهج وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده بتنزل على شهر 8، فلسه ان شاء الله على شهر 8 كده اجيب بقى اجيب لي ملك الكتب بتاعه السنه الجديده، واجيب بقى برده المكه اشوف المدرسين هيطلبوا ايه واجيب لهم بقى ان شاء الله. تمام. بصوا بقى انا النهارده هعمل معاكم غرفه الاطفال، طلعت بقى طقم ملايات كده نظيف، غيرت الملايات بتاعه الغرفه كلها، نفضت السرير وفرشت بقى طقم نظيف، وبعد كده لمعت الخشب بتاع الغرفه وغيرت بقى المفارش بتاعه التسريحه لاني ما كنتش غيرتها بقالي فتره، فغيرت بقى المفارش بتاعه التسريحه والمفارش اللي على الكومود، المفارش اللي في الغرفه كلها عامه انا غيرتها، وبعد كده جبت بقى الشرشوبه بتاعتي وهبتدي ان انا المع الغرفه كلها. خلاص انا كده يعتبر خلصت غرفه الاطفال اهيت، اللهم بارك، بقت جميله وحلوه كده وعطرتها كده، وايه واطفي بقى الانوار ما دام خلصت غرفه، بحب ان انا اطفيها اعطرها واقفلها واطفيها، وبقول للبنات بقى يحافظوا عليها عشان انا عملتها لهم وكده. تمام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لما بخلص كده الغرفه قد ايه ببقى مبسوطه كده ان انا عملتها، وبفضل كده ابص على ان انا الحمد لله خلصتها وكده. فخلصنا بقى الغرفه وخففت الفرش جدا فيها، يعني كنت فرشه بين السريرين كده مشايه، شلتها خالص وقلت مش هفرشها اساسا، الجو حر والواحد عايز يخفف في الفرش طول الصيف دوت، حرفيا انا مش عايزه ولا سجاد ولا عايزه اي حاجه تقيله، انا عايزه حفاظات، عايزه فرش خفيف، عايزه اشيل الحاجه كده وامسح كتير، الجو صعب قوي فعايزين نمسح ونرطب كده علينا كده ونطر الدنيا حوالينا. فشلت الحافظه او المشايه اللي كانت بين السريرين وسبت بس يدوبك كده قدام الدولاب حاجه بسيطه. تمام. النور كان قطع هنا، كنت اساسا بعمل في الغدا والنور قطع عليا، فقلت احضر بقى معاكم الغدا، كنت عامله مكرونه بالصلصه وكمان بانيه. بصوا انا من ساعه الجو الحر ده حاسه حرفيا ان انا عايزه اكل الحاجات الخفيفه دي، عايزين ناكل بانيه، عايزين ناكل الحاجات اللي هي مش مسبكات بقى وحاجات تقيله وحاجات كده تتهدم بسرعه، احنا عايزين حاجات خفيفه زي كده. والله انا لو عليا اكل كل يوم بطيخ وجبنه، بس لولا ان الواحد عشان الاطفال والزوج وكده لا بيعمل اكل وكده، لا الجو فعلا صعب قوي، عايز حاجات كده خفيفه وحلوه. تمام. عملت اهوت قليت البانيه اللهم بارك حلو، وجبنا كمان عيش، وادي المكرونه، وهحط بقى كمان جنبها مخلل، وبالف هنا وشفا حاجه كده خفيفه كده على الغدا. انت كمان اعملي كده، اعملي حاجات خفيفه، حاجات اللي هي ما توقفيش انت فيها في المطبخ كتير عشان خاطر الحر والفرهده ديت، وفي نفس الوقت تكون سريعه كده. بصوا بقى مكة لبست اهيت وجهزت عشان خاطر نازلين دلوقتي على الاستديو، صح يا ميكي؟ سلمي عليهم يا مكة. مالك مكسوفه كده ليه؟ بصوا بقى مكة جهزت، وريهم يا ميكي كده بعد ما جهزتي، قومي كده وريهم. مكة هي اتجهزت عشان خاطر ان هي رايحة فين؟ هتصور. ايوة رايحة تتصور عشان هي داخلة ايه؟ مكة كبرت يا جماعة، والصغير بتاعي كبر خلاص ودخل سنة اولى، فهنزل بقى دلوقتي عشان خاطر نصورها بقى الصور بتاعت المدرسة في الاستديو كده، وهنوريها لهم بعد ما تطلع. ماشي يا ميكي؟ ماشي، بس تضحكي في الصورة وما تخافيش. ماشي يلا بينا. نزلنا بقى روحنا على الاستديو عشان خاطر تتصور بقى، وقلت له صور مدرسة، عد لها الصورة مرتين وظبطها كده، وبيورهاني بعد كده يعني اشوفها حلوة ولا ايه، فاللهم بارك زي العسل والصور طلعت حلوة. تمام. بعد كده بعد بقى ما اتصورت خدتها وروحنا بقى على المكتبة، اشترينا الكتب بقى اللي طالبنا، بقى اوريها لكم في اخر الفيديو، وجبت شوية حاجات كده، وجبنا بقى شوية حاجات للسهرة كده، وقلت برضو اجيب حاجات بقى رز بلبن عشان نعمل لهم بقى رز بلبن للسهره وكده، مدام لسه بصوا ادام احنا سهرانين طول الليل كده بنحب بقى حاجات زي كده ننقنق فيها، اعمل بقى كيكه، اعمل رز بلبن، ممكن تلاقوني وحياه ربنا طقت دماغي بالليل كده وعجنت كده وعملت قرص كده وتعشينا بيهم، اعمل بقى اجيب لب وزداني، الحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت السهره دي، ما انتوا سهرانين مش هتفضلوا قاعدين كده. تمام. لازم تجيبوا حاجه حلوه تتسلوا فيها. تمام. سلقت الرز كده كوبايه رز ونزلت عليها باللبن وكمان الفانيليا
والسكر طبعا بحب الرز باللبن يكون مسكر، مش يكون اللي هو سكره معتدل كده، لا بحب انه يكون مسكر. وحطيت عليها كمان، قلبت دوبت كده برضو معلقتين نشا كده ونزلت عليها كده، وبعمله بقى على نار هاديه خالص وافضل اقلب فيه لحد ما يمسك ويوصل للقوام الكريمي اللي انا بحبه، ويبقى الف هنا وشفا، بيبقى حلو جدا. وانا بصراحه انا من النوع اللي بحب اكله سخن، صيف شتا لازم اكل رز باللبن سخن، معرفش بصراحه احطه في الثلاجه واكله كده، يعني انا ببقى مياله ليه اكتر وهو سخن كده وحلو، او هو دافي بيبقى جميل اللهم بارك وحلو قوي. تمام، جهزت الحلايات بتاعت الرز باللبن وجهزت البولات بتاعتي، وهبتدي بقى اللي انا اغرف بقى، بيبقى الف هنا وشفا. بصوا حلو وزي العسل. طيب عايز ارد على سؤال متابعه عندي سالتني الفيديو اللي فات، ان هي ابنها داخل سنه رابعه ومش قد كده في الانجليزي، وان هي كمان مش متعلمه وكده، فمش قادره ان هي تساعده. اول حاجه، دام ابنك مش قد كده في اللغه وداخل على سنه رابعه، يعني خلاص اول سنه هيمتحن فيها، فلازم تلحقي نفسك ان انت تبعتيه تاسيس، دروس تاسيس في اللغه الانجليزيه، بالاضافه ان انت تديله كورس مكثف عشان خاطر تلحقي نفسك. تمام، انت كده بالظبط ناقص لك شهر على بدايه الدروس، فتفضلي مستمره في التاسيس، بجانب ان هو لما يبتدي ياخد المنهج ويبتدي ينزل الدروس بتاعه سنه رابعه، لازم تكوني لسه مكمله في التاسيس بتاع الانجليزي، انك مش هيعرفي تخلصي مع ابنك في شهر واحد الانجليزي كله، لا انت نزليه دروس تاسيس انجليزي وفهميها ان هو داخل سنه رابعه وان انا عايزه انجز معاه، وتديله الاساسيات اللي هي تمكنه من اللغه، وفي نفس الوقت تبعتيه برده كورس انجليزي، كورس انجليزي يكون مناسب سنه كده 9 سنين، عشان خاطر تلحقي نفسك في اللغة، لان اللغة دلوقتي يعتبر اساس كل حاجة. حتى هو كولد لما يكبر ويحب يشتغل او اي حاجة، اللغة اهم حاجة دلوقتي في المجتمع بتاعنا دوت، فلازم تهتمي بها جدا، سواء كورسات بقى وتديله تأسيس، هترفع معاه بسرعة جدا ان شاء الله وكده. طيب انت كأم تتعاملي معاه ازاي؟ ممكن تروحي تاخدي كورس انجليزي هيقويك جدا في اللغة، وممكن برضو تشغلي فيديوهات على اليوتيوب وتوعي كده، وتبدأي تفهمي الدنيا فيها ايه. يعني مثلا ابنك اخد اول درس في الليسون 1 مثلا، اللي هو اول درس مثلا في الانجليزي، او اخد اي حاجه، تبداي انت تبحثي عنها على اليوتيوب وتسمعيها على اليوتيوب، بيشرحوا بطريقه بسيطه شويه وبيشرحوا بطريقه مفهومه ليكك انت كأم، فتبداي انت برضو تكوني محصله الدنيا معاه، وتبداي انت تتعاملي معاه وتفهمي الدنيا معاه، اللي هو عشان خاطر لما تكوني قاعده معاه وهو بيذاكر تقدري ان انت تكوني فاهمه شويه، فاهماني؟ فجيبي فيديوهات وطوري من نفسك، مش عيب كله عشان خاطر ولادنا، طوري من نفسك وابدأي اللي انت اهتمي بكده. لو في امكانيه اللي انت تاخدي كورس، خدي اسمعي الدرس على اليوتيوب، او تسمعي اساسيات الانجليزي من الاول، حاولي ان انت تحفظي شويه كلمات تكون عندك حصيله، فكل دوت هيفيدك جدا. تمام، اول حاجه تعالى اوريكم كده ان الصور بتاعت مكه طلعت اهي، تعالى اوريكم كده صور بقى ايه المدرسه. ده الكارت اهو، بصوا عسولة ميكي، ميكي قمر. انا حطيت الكارت دوت بقى بره كده في عالجزامة. تمام، والكارت بيجي معاه ظرف كده فيه حوالي 8 صور تقريبا، في التقديم بياخدوا 6، وانا هيتبقى لي 2 هنا عينهم هنا. دي صورة مكة، ايه رأيكم عسولة؟ صح اهو، ادي الصور هي بتاعت ايه مكة. تعالوا بقى اوريكم كمان الكتب اللي انا جبتها لها. اول حاجة جبت لها كتاب الابرار، استني بس اعدل لكم الكاميرا كده. جبت لها كتاب الابرار، ده بتاع الصفوف الاولى، ده يعتبر يعني النظام ان هو النحو شامل بتاع سنه اولى وثانيه وثالثه. بصوا، اولى وثانيه وثالثه، ده النحو شامل. انا لسه ما جبتش كتب للمنهج نفسه، يعني منهج سنه اولى لسه ما جبتلهوش الكتب، انا جبت كتب اللي هي النحو بس. تمام، لسه كتب المنهج لسه نشتغلها من اول شهر 8، انما ده النحو بس. ده بقى اللي هو بقى فيه ايه، زي ما انتم شايفين كده، مد الالف، مد الياء، مد الواو، التنوين بالفتح، التنوين بالضم. بس بصراحه كتاب الابرار يعني اكتر من رائع، جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده الدرس اهو، نظامه الدرس، ومن ورا بقى تدريبات كتيره على الدرس، كل الدرس هو دروس النحو ووراها تدريبات كتيره قوي، ياء الملكية، الهمزة، الألف اللينة، كل بقى القواعد. وانتوا عارفين انا بالنسبة لي النحو ده اهم من اي منهج، واهم من اي حاجة. نحو ده يعني التأسيس، يعني انت بتأسسي صح. فدوت كتاب الابرار بتاع الصفوف الاولى، ده كان عامل 75 جنيه، دوت هنشتغل منه لحد ما نبتدي المنهج بتاع سنة اولى بامر الله. طيب والانجليزي جبنا فيه ايه؟
جبنا كتاب توب جرامر ليفل 1، الكتاب ده برضو اكتر من رائع، سلسله توب كلها عامه جميله جدا جدا. الكتاب ده شامل جرامر ورايتنج وريدنج وكونفرسيشن وكمان امتحانات. بصوا السلسله بتاعته كلها اللي ورا دي عايزه اقول لكم جميله جدا جدا، لو اعتمدتها مع الطفل بتاعك انت هتطلعي كده طفل ممتاز. فيها بقى كل القواعد بقى بتاعت النحو، بس سامك فيها زي ما انتم شايفين كده كل القواعد بقى بتاعت النحو واسئله كتيره بقى. يعتبر برضو هو واخد حاجات كتيره قوي من بتاعه سنه اولى، يعني مش يعتبر هو واخد، يعتبر الجرامر كله بتاع سنه اولى، يعني لمم لك كده الجرامر كده بطريقه مبسطه للطفل وان هو يحل كتير. فطبعا ان هو يحل كتير ده كل ما بيحل كل ما الحاجه بتثبت في دماغه، تمام. فدوت كتاب الجرامر الليفل بتاع سنه اولى، حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين الاكسرسايز قد ايه، يعني تمارين كتيره قوي قوي، ياخد القاعده زي كده زي ما انتم شايفين ويحل بقى عليها اختبارات بقى ايه كتيره. ده الكتاب بتاع الجرامر بتاع سنة أولى، تمام. كتاب الجرامر بتاع سنة أولى دوت كان عامل 85 جنيه، تمام. احنا اللهم لك الحمد، ويعني ان احنا وصلنا للليفل ده. وديتها كمان زي ما انتم شايفين كده درس قرآن، بتاخد فيه قرآن وبتاخد فيه كمان ايه عقيدة كده معيها، تمام. برضو ايه تحفظ الاسئلة بتاعت العقيدة والبتاع، ودي هنا هوت برضو الكلمات اهيت، بتحفظ الكلمات بتاعت سنة اولى كده، بتحفظ الكلمات بتاعتها وبتتملاها، وكمان بالاضافه للكلمات بتاعه سنه اولى، لان احنا لسه ما جبناش الكتاب بتاع المنهج بتاع سنه اولى، ايا يكن لسه هنشتغل من ايه، بس احنا لسه ما جبناش الكتاب، بس شغالين دلوقتي حاليا من الكتاب الجرامر اللي هو توب جرامر ليفل 1 والابرار. لسه الحساب ما جبناش فيه كتاب، ولسه برضو هنجيب الكتب بتاعه المنهج، بس الكلام ده على شهر 8 بامر الله. انا حبيت برضو ان انا اوريكم كده عشان خاطر انا عارفه ان في ناس بناتهم ولادهم قد مكه كده، فحبيت برضو ان انا افيدكم تبقوا ماشيين معايا خطوه بخطوه، وربنا يوفقهم جميعا يا رب. طيب زي ما انتوا شفتوا بقى كده ان انا جهزت لهم سهره حلوه بقى ليوم الخميس، انتوا عارفين يوم الخميس عندي دوت يعني سهره حلوه نسهر عليها. عملت لهم بقى رز بلبن، وكنت جايبه من بره وانا راجعه لب بقى وزدنيهم كرمشوت، وكمان جبنا الايس كريم بتاع فرايدي ده. بصي انت لو في يومك انت ما اكلتيش حاجه حلوه، ما عملتيش اي حاجه حلوه، عايزه حاجه تظبط لك مزاجك ومودك في الحر ده، جيبي ايس كريم فرايدي تحفه جدا جدا بكل الاطعمه بتاعته. المره دي كنت اول كل مره بجيب على فكره طعمه مختلف عشان اجربه، المره دي كنت جايبه طعم المانجا وطلع تحفه، يعني حاجه كده معموله باللبن كده وطعم اللبن باين فيها لا بصراحه عجبني قوي قوي. جيبي الحاجات اللي انتوا تسهروا عليها الحلوه ديت. وكان حد بتاع بطيخ معدي في الشارع، عايزه اقول لكم كان بيقول البطيخه ب20 جنيه، قلت ايه ده هتطلع صغيره او هتطلع مسخه ولا مش عارفه ايه، عايزه اقول لكم اللهم بارك البطيخه كبيره جدا جدا، ما قدرناش ناكلها على مره واحده، اكلناها على مرتين ومسكره زي العسل. فهقطعها بقى بألف هنا وشيفة بقى جميلة كده ترطب علينا وحلوة كده ومسكرة، هقطع نصها واسيب نصها في التلاجة اسقعه بقى وناكله، ناكله كده، ناكله جنبه جبنة. بصوا البطيخ ده بالنسبة لي عشق هو والاناناس، ففي الصيف بالذات. فعملت لهم سهرة حلوة واتبسطوا كده، وبالذات بقى ايه في الصيف دوت اللي هو انت عندك الليل طويل وقاعدين طول الليل بقى واجازة وقاعدين وكده، فانت عايزة تعملي لهم حاجة تسليهم، اعملي لهم بقى اي حاجة في البيت، اعملي لهم بقى اي حاجة حلوة ياكلوها كده يوم الخميس. طبعا انت جوزك ما عندوش شغل صباح، ما عندوش شغل، فهو قاعد بقى معاكم وسهران اليوم ده، يعني حتى لو انتوا ما بتسهروش طول الاسبوع سهروا بقى يوم الخميس واعملي سهرة حلوة كده انت وولادك وجوزك. فصلت بقى عشان خاطر كان في عزال معدي، عايزه اقول لكم ربنا يرزق كل البنات يا رب بالزوج الصالح كده ويفرحنا بكل البنات اللهم امين. كنت كمان عايزه اقول لكم انتوا بتفضلوا تسالوني انت روتينك ايه روتينك ايه، طب ما انا اللي انا بعمله دوت بيبقى روتيني، ان انا باخد غرفه كده تنظيف اللي هو تنظيف عميق، سواء غرفه سواء ريسبشن سواء اي حاجه بمسحها وبغير لها فرشها كله كده، وباقي الشقه بروقها بقى ترويقه على الماشي. بس الحمام لا لازم يوميا، زي المطبخ برده لازم اشطبه يوميا ويبات نظيف، مفيش مواعين مفيش اي حاجه، والشقه كلها تتكنس يوميا، البنايات تتساوى، باضافه لي اوضه انا بمسحها
بفتحها وبروقها تنظيفه بقى عميقه، ودي اللي انا بغير فرشها كله، بتبقى راحه بالنسبه لي وفي نفس الوقت بعمل الحاجه وانا راضي عنها. بس بالاضافه كمان لو انا احط غسيل بقى في الغساله او هنشر دوره غسيل او كده، الحاجات اللي هي اليوميه ديت اللي لازم تتعمل، عشان خاطر بس كان في متابعه بعتلي ان هي دايما بتعمل كل حاجه وحاسه ان هي مقصره في بيتها، فلا هوني على نفسك وكلنا بنعمل على قد ما نقدر. بس كده ده كان اليوم بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.